تستقبل بابل ملايين الزائرين الوافدين إلى كربلاء المقدسة نظراً لموقع المحافظة الجغرافي وسط إجراءات أمنية مشددة شهدتها المدينة لتأمين مداخل المحافظة. حلقة الوصل الأساسية في العراق، بابل تستقبل الزائرين لزيارة الأربعينية المتوجهين صوب كربلاء كونها المعبر الرئيسي الرابط بين المحافظات الجنوبية. هاي نعمة فضيلة من رب العالمين، الحمد لله والشكر دلحق على الزوار، وعندنا ثلاث وجبات أساسية من عدد الوجبات الإضافية اللي نسويها، وأيضا يعني هاي السنة يعني إقبال مو طبيعي على الزيارة، الحمد لله والشكر، يعني بالخصوص الأجانب اللي دخلوا للعراق. القوات الأمنية تؤكد حرصها الشديد على سلامة الزائرين لتأمينها لمداخل المدينة مع المحافظات المجاورة لها. الخطة الأمنية التي أقرت من اللجنة الأمنية العليا في الزيارة، وهي هاي مسؤولية حقيقة الجهات الأمنية في البلد، احنا نقوم فقط بتطبيقها والالتزام بتنفيذها خدمة للزائرين من حيث يعني تأمين حركة الزائرين مشيا او حركة الآليات. سهولة الطرق المؤمنة في المحافظة والمنتشرة على طولها المواكب الحسينية لتقديم كافة الخدمات والمأكل والمشرب للزائرين والذين اشادوا بدور المحافظة وأبنائها. ومن المتوقع أن تزداد أعداد الزائرين في الأيام القادمة لتكون محافظة بابل ممراً للزائرين القادمين من المحافظات الجنوبية صوب كربلاء المقدسة. زيد الشهي، برابعة، بابل.